تماسك اجتماعي ما حصل اصلا، ما سمعنا قط انه في مشكله قامت على اساس قبلي او على اساس جهوي او لها علاقه بانه انت ما عندك علاقه، ما عندك حق في المواطنه بشكل واضح، وانت ما عندك علاقه، وانت مواطن درجه اولى او انت مواطن درجه رابعه. التقسيم ده ما كان موجود في ولايه النيل الازرق. قامت المساله وللاسف نحن ما عالجنا المساله بتاعت الجذور والافرازات والمسببات الرئيسيه، يعني لا عالجنا الازمه السياسيه بتاعتنا ولا مشينا رتبنا ما يترتب على الحدث، لانه الحدث عنده افرازات. انا ما عندي احصائيات دقيقه بالنسبه للناس اللي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم، اللي الانفس اللي راحت نتيجه الصراعات. انا حيستمر معي الوضع ده لفتره طويله جدا جدا. انا عندي انعكاسات نفسيه حتقع على الاطفال، صاحبي اللي انا قاعد معاه او درست معاه، زميلي او جاري، بفعل انا بعد فتره من الزمن انا مواجه معاه. ما اعرف اللي خلاني امشي معه شنو، يعني ما في يعني ما في سبب رئيسي ولا ملزم اصلا انا امشي انساق ورا خطاب جهوي عنصري، والعنصريه معروف الناس قاعد تحاريب على مستوى العالم مغيطة. ونحن اصلا يعني حاربناها في للاسف نحن يعني ما في مشهد النيل الازرق الان، انه انا عندي موسم زراعي مهدد عنه قبل ده سميته الادارات الاهليه الجديده، او اللي تقدر تقول البوكو. هذه الادارات الجديده انا في تقديري يعني احدثت ما احدثت من الخلل الموجود في او زادت الاحتقان صراحه. يعني ناخذ مثال بسيط، في منطقه الجزيره تم تنصيب واحد امير. هذا الرجل في لحظة بتاعت انتشاء وما إلى ذلك مسك المايك قدام الحشود، قال إنه على استعداد إنه يرفض الحكومة ب20,000 من قبيلته لفض الاعتصام لأول مرة. يعني ده إدارة أهلية، والإدارة أهلية منوط بها حماية المجتمع وحفظ السلم. صح نعم صح نعم صح. ده 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 واحد من البوكو الظهر جديد يعني في تقديري. يعني قبيلة تواجه مجتمع، مش كان من الافضل انك تتواجه القضيه دي بقوه المنطق مش بمنطق القوه؟ وبعدين متى كانت القبيله هي يعني هي دوله؟ ما دوله. صحيح. الدوله هي اللي بتقدر تحدد تفض الاعتصام ما تفض الاعتصام، ده شيء تقديرات من الاجهزه الامنيه. لكن قبيله تواجه اخواننا دوله كامله او الشارع السياسي كامل، ده الان موجود. والمؤسف انه هذه الادارات البوكو الجديده محميه ب تقدر تقول جهاد عليا في الدولة السودانية. يعني الدولة السودانية هي ساهمت مساهمة فعالة فيما يحدث في النيل الأزرق، وسوف يستمر هذا الحال إن لم ترجع الدولة السودانية وتتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ حتى تحافظ على النسيج الاجتماعي. فلتكن النيل الأزرق يا أخواننا النقطة الحقيقية لكشف المستور ما يدور الآن السودان كله يا أخواننا. كل السودان أي لحظة، يعني في اللحظة بتاعت النيل الأزرق انفجرت حصلت إشكالية في كبرناتو في الولاية الشمالية. صحيح. أي يعني الحدث ولأول مرة يعني. ولأول مرة الولاية الشمالية أنا عشت فيها. الولاية الشمالية يعني الآن فيها غرابة 4 مليون مواطن سودان في التعدين، عايشين في السلام وفي أمان وما إلى ذلك. إذا هذا الشمالية وهي تعتبر يعني من المناطق الامنه، ده على الدوله السودانيه، ده على مستوى الدوله. على مستوى الاحزاب انا في تقديري ما زلنا في مرحله التلاوم، كل منا يلمي باللائم على الاخر. صحيح الشخصيه السودانيه دائما يظهر من تحمل المسؤوليه، لكن الحزب انا في تقديري مؤسسه يجب ان يكون يعني حاضر بقوه لحل القضايا، اطرح نفسه. الى الان ما وجدنا، يعني كنت أتمنى جميع الأحزاب السياسية الموجودة الآن وتتغاتل في الخرطوم وكل منهم يلعن الآخر، كنت أتمنى أن ينقلوا يتناسوا كل الجراحات وكلهم يمشوا هناك النيل الأزرق عشان يقدروا يحسسوا مواطني الأزرق الخائف المرعوب من أخوه الثاني من أخيه أنه في قوة سياسية هذه جاتك ودرت تحدث معاك ودرت تكلم معاك، تبث الطمأنينة في انسان لا 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 مواطن النيل الازرق الان اصبح مشرد بمنه من اخيه.
طيب استاذ دولي خليني اخذ كلام الدكتور وارجع له ورا شويه عشان اربط المشهد مع بعض كمان. يعني المساله بتاعت انه الوضع السياسي او الراهن السياسي الموجود الان، يعني قبله كان السيد البرهان رئيس المجلس السيادي تكلم فيه عن انسحاب القوات المسلحه من المشهد السياسي، وانه الكره الان في ملعب الاحزاب لغايه ما دخلت احداث النيل الازرق. المساله دي دخول النيل الازرق في المشهد، هل هي عقرت المشهد زياده ولا الوضع الان؟ لانه هسي حتى المواطن السوداني المتابع للمشهد الان بقى في حيره من امره، يعني بقى الموضوع الان النيل الازرق موضوع براو، الوضع بتاع البلد الان وضع الحكومه وتكوين حكومه انتقاليه ورئيس وزراء ودي تفاصيل ثانيه مختلفه، فالامور زي دخلت في بعض كده. انا بديت مداخلتي وقلت انه دي ازمه سياسيه للاسف ما عندها اي اطر بتاعه حلول، ولا عندها اي يعني وما عندها وجيع. الثورة السودانية قائمة على شعار واضح جدا ومسمى، قائم على السلام وقائم على الحرية وقائم على الأدالة. للأسف الثلاثة مرتكزات الأساسية اللي تعتبر شعار للثورة السودانية ما حصل تحقيق على أرض، لا لقينا سلام من الثورة ولا لقينا حريات ولا إفراحي في ولاية النيل الأزرق. مهد الثورة السودانية الآن أنا ما بقدر أمشي فيها في الشارع بكامل حريتي بمقتضى المواطنة، ما بقدر أمشي لأنه في إفرازات سياسية نتجت من التطبيق الغير سليم لفكرة مشروع السلام. السلام في حد ذاته مرحب به بأي شكل من أشكاله، مرحب به، لكن نحن عندنا خلل في رسالتي اللي بقول الآن للقوى السياسية. آن الأوان إنه الناس تترفع عن السقائف وتنظر للبلد بنظرة بتاعت الأبوة والأمومة والتسامح والتراحم والتعاطف. ما عندنا استعداد نحن تاني يا أخواننا نتحمل دماء جديدة تسيل لأسباب سياسية. واحد. اثنين، الرسالة الثانية للقوى لأخواننا العساكر، الآن بطريقة أو بأخرى أنتم المسؤولين من الدولة السودانية. الآن من مطلوبات الوضع الآن الأمن. يعني إن لم تكون على قدر المسؤولية والتحديات الجاثمة الآن على صدر الشارع السوداني، أنا في تقديري أفضل لكم تقدموا استغلالاتكم تنسحبوا. حوى السودانية يعني كفيلة بأنه تأتي بمن هو أفضل منكم يتحمل المسؤولية تامة يحافظ على الدولة السودانية من الانهيار أو شبح الانهيار اللي الآن غطى على الشارع السوداني. نعم. انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة. أستاذ رشاد سريعا مطلوبات الشعب السوداني قبل وقوع الحدث. شكرا جزيلا للدكتور أحمد عيسى محمود أستاذ العلوم التربوية بجامعة سنار. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ رشاد دوليب مدير مركز دراسات السلام والتنمية. شكرا لكم. شكرا جزيلا المشاهد الكريم، تابعتنا من خلال هذه الحلقة واحدة من حلقات الراهن السياسي، تتوالى هذه الحلقات عبر هذه الشاشة. كونوا فقط في المتابعة في أمان الله.